نعم قدرنا نوصل مع بعض لليوم 20 من التنزيل اليومي. شوي تقريب وصوتي متغير يا شباب، وعبر الزمان سنمضي معا بالمرض وبالصحة وبكل شيء. لايك واشتراك ال50% اللي مش مشتركين لنوصل مليونين، ومستمرين مع متعة تشيلسي مع سمانوفيتش الهكر مركز سادس ب15 نقطة. تركنا الحلقة الأول السيتي مثل ما شايفين ب20 نقطة، الفرق 5 نقاط، وأيضا لعبنا 3 جولات بدوري الأبطال، فزنا 3 من 3. المباريات كانت نسبيا سهلة، الأصعب كانت مباراة أتلتيكو مدريد، وحاليا ممكن نتأهل إن شاء الله من أول 8 بدون ما نلعب ملحق أو شيء. سمانوفيتش بالرغم من الإصابة بداية الدوري موجود على قائمة الهدافين ب4 أهداف من 5 مشاركات فقط، بينما المتصدر جريليتش 8 أهداف من 8 مباريات. راح يجي شوي شوي. بالنسبة للصناعات، أودي من أرسنال اليوم احتفالنا مختلف، راح يكون راح نحتفل احتفال بيلي بتشيلسي كبير. وتشيلسي سمانوفيتش بعد ما اثبت الذات وصلنا مستوى 31 وجدنا 3 نقاط قبل مباراة ايفرتون. في ناس كتير عم يقولوا لي انت بدنيا ضعيف لهيك عندك اصابات، صراحة مش ضعيف لهالدرجة انا بدنيا، ممكن نعطي القوة البدنية زائد 4 تصير 74، التحمل كمان بزيد، بنروح على القوة البدنية مرة ثانية 74، صرنا 78 قوة بدنية. ما ضل عندكم حجة تقولوا لي إصابات من القوة البدنية. 90 ريت وصل حاليا أقوى لاعب بتشيلسي سمانوفيتش الهكر، إيزي رح يلعب صانع ألعاب بهاي المباراة على ستانفورد بريدج. فالله انطلق كرة إيزي، الله ستيرلينج، بداية سريعة ستيرلينج، حرام عليك التمرير. بس أجواء المطر طبعا بما أنه بتأثر فالكرة راحت بعيد. البريمير ليج إيفرتون، والهدف الأول، الهدف الأول إيفرتون 1، كالما كالما رح نرجع إن شاء الله. الكرة الله على الكاميرا اللي جاي من عند اللاعب الأول وبتروح للاعب الثاني، سجلها بالرأس يا حارس، والله صعب صعب. الدارة الدارة خطيرة، الله الله الله، مرت الأولى. شوط أول مخيب والأجواء جدا ماثرة يا بالمير، يجمد الأجواء وسمانوفيتش لم يحرقها لحد الآن. كورة للأمام، ميندس خطفها، سمانوفيتش استلمها، خطيرة لتشيلسي، مرور وكرة، أنا سيد البلوز، 1-1 بريمير ليج نار واختراق. أوه يا ولد، نحو صدارة الهدافين 1-1. جميل الأجواء، جميل وصعب الاختراق بالمطر والرياح. نعم، إذا البداية بتعادل أمام إيفرتون والبريمير ليج، وما أدراك ما البريمير ليج. المرض يؤثر، وهل سمايلوفيتش سدوني. الأجواء كانت جدا مؤثرة على الجيم بلاي بهاي المباراة. صحافة عم بتقول سمايلوفيتش يقدم أداء متميز في الوقت الحالي، ونحن في المركز السابع 16 نقطة. ما زال الدوري، ما زال الدوري بالبدايات. أوه لا 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 لا، طولوا بالكم، مرشح للبالون دور، كيف؟ طول بالك يا أخي، أنا انصبت بكأس العالم مع إسبانيا بعد الدور الأول، وكنت مع ليجنس الإسباني الموسم الماضي، هذا شيء رح يكون تاريخ. مرشحين سمانوفيتش، مبابي، فيني ورودريجو، لو أخذتها رح يكون أصغر لاعب وأقوى لاعب وأغرب لاعب أخذ البالون دور مع هذا الفريق. تشكيلة الأسبوع في البريمير ليج في سمانوفيتش وديفيد في الهجوم. حاليا عندنا مباراة مع السيتي بالكارابو كاب، برعة غير عادلة. تخيل بلشت مع أرسنال أنت بالجولة الثالثة، حاليا بالرابعة ضد السيتي، ولكن لا تنسوا نحن جلدنا السيتي بالدرع الخيرية بالسوبر الإنجليزي 3-1 بركلات ترجيح. نعم، عودة نكونكو أكثر لاعب بيصطعلي في ملعب الاتحاد بأي ذنب يا تشيلسي. مباراة صعبة على أرضهم بين جماهيرهم نجومهم، فودين، جريليتش، هالاند كله موجود. السيتي بداية سريعة قوية، هالاند ضيع الكرة الأولى، سانشو كونكو، كونكو لسمانوفيتش، روح مرة أخرى كونكو، تفاهم كبير، كرة للبلوز أمام السيتي وحاول تعود، كونكو سيضعها، كونكو سيمررها، وكرة شاف الأجواء كيف زحطت بس تركتها لقدام وراحت. كرة لتشيلسي، سمانوفيتش نزلها، كونكو حطها بالرأس، واحدة للأمام، مينديس يتقدم، مينديس لعبها، حرب خطيرة، وكرة يا إلهي، صوتي أنا بيشبه فات لاتيفي صح؟ هالاند تمريرة، فودين مرور، عبور كرة للأمام، بحث عن زميل، هو الزميل الأجمل، وكرة شوط أول رائع وقمة جميلة. هل سنضرب السيتي
مرة أخرى يا تشيلسي، تشيلسي حاول الهروب من التسلل، هارب سمانوفيتش، يتكدر معك نكونكو ومعك تشيلسي كلها في منطقة الجزاء. سانشو حرام عليك يا سانشو. سافينو رح ينزل وإيزي رح ينزل، سافينو والمعركة مستمرة. سيتيو حاول، ديروا بالكم غدار. جريليتش سحب جواردو عم يلف وبدور بده يفوز على تشيلسي. حاول منطقة الجزاء، واحد على واحد، مر مرر وإيزي وكرة. أوه على متعة، أخذونا لركلات ترجيح مباشرة. سيتي وغوارديولا بده ينتصر وينتقم من تشيلسي. أنا ما بتحكم غير بلعبي. هالاند كرة وهذا فاول، اللي يضعها اللي يسجلها في مرمى السيتيزن. يا ولد رابيو رابيو را أنت أكان زيشكي إيز ضياع ضياع إيز فودين فيل الشباك. سانشو خوفني، سانشو خوفني، سانشو حط غوارديول غوارديول. جواو فيليكس، جواو رودرينا. السيتي يتأهل في الكاربو كاب، معلش أداء جيد، فزت عليك بنهائي الدرع الخيري يا حبيبي، خذ الكاربو كاب. 1-1 بنرجع لك بالدوري بدوري الأبطال. غوارديا حاسم القمة ضد تشيلسي، الهزيمة أمام مان سيتي جعلتني أدرك أن أريد الوجود في فريق يحصد الألقاب. عم يعرض حاله على السيتي هذا، امسح المنشور امسح. نرجع لحماس الدوري، توتنهام تشيلسي، السبيرز عندهم 18 نحن عندنا 16، فوز راح يخلينا بين الخمس الكبار ممكن، والمتصدر ما زال السيتي 23. نعم على أرض السبيرز مباراة جدا صعبة. المرشح للبالندور من فريق ليغانيس لأول مرة في تاريخ ليغانيس يريد أن ينتصر على السبيرز. تخيل أخذ البالندور، صدمة حياتي رحت. معهم لاعب إسرائيلي يا سولومون، يا سولومون والله لا أخذ أحمر بالمباراة قولا واحدا، رح حطمك يا بلا علم يا بلا دولة يا احتلال. لا 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 لا, لا ما رح أصبر عليه، من البداية بدي أخذ أصفر، أنا من البداية حابب أخذ أصفر. اضرب اضرب هذا اللي بلا وطن بلا شرف. حلو حكم، شكرا. هلأ منفوز نجيب إن شاء الله هدف هدفين بس أضمن الفوز، رح روح انطرد واعطبوا لهذا عليك وعلى من هنا فري فلسطين. هالمرة بس هيك بعطيك وحدة هيك باخذها منك، فهمك انه انا افضل منك يا سولومون. كرة للامام، اللي بيكسروا لسولومون من تشيلسي رح اعطيني صراط به والله، روح بس كسروه قراسي لمسة. يلا يا مولينا يا اخوي ارجنتيني، اضرب اضرب يا مولينا. تعود كل شيء اللي يفوز توتنهام بهاي المباراة، كل شيء اللي يفوز. كايسيدو يا واحد، كولوزيفسكي عرضية وتوتنهام، برافو الحارس كايسيدو. سمايلوفيتش، الكولد بالمر، كولد بالمر لا تكون باردا زيادة على اللزوم، العبها لأنني سأحرق الذي لا يسلم أوطان. سمايلوفيتش كرة والبلوز جول. في فلسطين يا سلمون، نعم فلسطين في كل مكان وأنتم ليس لكم مكان. لسه جاي الطرد بس لنأمن على النتيجة، نجيب لنا هدف ثاني غير كسر لك الرجلتين. برافو كونكو، لو كسرت سولومون راح اعطيك الكره الذهبيه اذا باخذها. راح اعطيك راتبي كله اللي بتشيلسي، تعال بس اضربوا له سولومون. يلا تشيلسي الكلام موجه لكم كلياتكم. هي كونكو تركتان، كونكو الثاني الثاني خطا دفاعي. خادمونا يا سولومون، هاي لدولتك اللي مش موجوده، سلموا يا ايوه ايوه خليها معك، خلي اذا انت سلم خليها معك. نعم اكسر قدمه بلا شرف بلا وطن، فري فلسطين ضرب مات مات مات. أيوة يا ابني أجمل إنذار أحمر بتاريخ مسيرة مهنة لاعب. ما عليك شوف نظرته، عرف 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 الجبان، عرف عرف إنه راح ينضرب، عرف. أخ ما أجملك أنت، مات 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 مات، قتلت قتلت نهائيا قتلت. نعم إن شاء الله عبالكم كليات النتيجة. الحمد لله بعد ما انطردت حافظ على النتيجة، قراسي وجالي راسي بسجل هدف أول، ولكن تشيلسي 3 نقاط. اترونا مباريات توتنهام عادي، معلش إعلان البالندور خلينا نشوف. أيوة فيني، الحمد لله أنه أخذ فيني، الحمد لله، لأنه أنا صراحة لسه بكير. طولوا لي بالكم، ما عليك أنا الكرة الذهبية مش مستوعب، أنا بجوز أعتزل بعد الكرة الذهبية. مبروك فيني السلساو، قادم قادم سمايلوفيتش. نعم نحن تاني دوري الأبطال وحاليا مباراة ضد آيك أثينا، ان شاء الله باذن الله سهل. الجميل بدوري الابطال اني بثلاث مباريات سجلت 4، متالق جدا بهاي البطوله
والسيكان من شاختار. جايك باقي المباراة. تشكيلة الأسبوع: هويلاند، فريمبونغ، وسميث من مانشستر، روديغير من ليفربول، من عنا نكونكو، فيفيان. نعم تشكيلة رهيبة. بالمر جمد الأجواء، اسماعيل حرقها وعادت، وسانشو 1-0 لتشيلسي. بداية سريعة، وضعنا ممتاز بالأبطال، عم يحترف فيه مع المدرب بدون تمزيح جوخ سانشو. شوف الكرة من عيوني سانشو في مروى كاثرة. الله ناصف كونكو، مرور عبور كرة مرة غارسيا، ديروا لي بالكم، برافو الحارس غارسيا، هذا خطير خطير، عم يشوط كتير، ما بيصير تفتحوا لي المجال. يا خوفي من مفاجأة، الدارين كرة على الزاوية، حاولتك بس مربع مرت، الحمد لله. غارسيا هذا خطير، غارسيا هذا مرعب، شوف الكرة الحارس دفش، طير بحرة في الشباك، شوفها وهاتها من الشبك، كرة يا إلهي، هذا مين هذا؟ سمانوفيتش ولا تشالانولو معهم بول؟ أي كرة من منتصف الملعب، كاد أن يكون أجمل أهداف. شوف النقل بول، شوف النقل بول، شوف النقل بول، يا ولد لو دخلت. هي سمانوفيتش هداف الأبطال، كرة تعود إيزي مرة أخرى بالرأس، لا تريد أن تدخل مرة أخرى، ضربة جزاء يا حكم. مش مكتب لك أنك تسجل بهاي المباراة، أول مباراة بالأبطال ما بسجل فيها، ولكن الأهم طبعا 3 نقاط وتقريبا التأهل شبه محسوم إن شاء الله، نحن على الطريق الصحيح يا أصدقاء. ترتيبنا الأول بدوري الأبطال 4 من 4، ضل عنا 4 جولات، عنا مباراة ضد مدريد بدوري الأبطال، وما لي خبر أنا يا سيد، يا ساتر يا ساتر. نعم أنت لاعب الشارع في البريمير ليج، يا سلام. مباراة بالدوري ضد فولهام، ونحن المركز الخامس بعد 10 جولات ب 19 نقطة، الفوز مهم، اي تعثر لليفر او ارسنال ممكن نروح للمركز الثالث. طبعا انا مطروط، انا اسف، خلينا نروح ونشوف مكاني جواو فيليكس، فعلها يا فيليكس. بدون سمانوفيتش تشيلسي يضرب ب3، معلش انا ماني ندمان على هذا الكرة الاحمر. المنتخب منذ اصابتي بكاس العالم ما عم يلعبني احتياطي، عم حاول ارجع بحصص تدريبية، هذا ظلم يا اسبانيا، يعني انصبت انا مش بايدي الاصابة. الحلو بالكلام انه صار يامال وويليامز اساسيين دائما، فقط سمايلوفيتش لازم ينحط جوا، بس قلت وقت راح ارجع واخذ ثقة. 2 من ويليامز وقافي. ولعت ضد اليونايتد، ضد المتصدر اليونايتد او الثاني 27 نقطة. السيتي طبعا لعبان مباراة زيادة، فمانشستر إذا فاز علينا بيرجع للصدارة لأنه فارق الأهداف عنده. راح أرجع وراح أسجل وراح أتألق بإذن الله، بس الجو مطر، الجو بيأثر كتير يا أخي، صح متعة واقعية بس. فريمبونغ، هويلاند، ومان يونايتد في ذكريات فيفا 24، الأجواء جدا صعبة، رياح ومطر، شوف راح يغرق اللاعب. فريمبونغ، ليفرامينتو، كرة تقدم، شوف الأجواء، الله يستر ما تأثر علينا اليوم، شوف حتى على مانشستر الرياح، الكرة راح تضل نص ساعة بالهواء. كرة مولينا العبها لبالمر، يا مولينا، بينبونك عرضية، مسبح المباراة، شوف الكرة هاي اسوأ اجواء بلعب فيها لحد الان، مستحيلة باي لحظة ممكن، والكرة غدارة، امشي يا كرة، مشيت الكرة، نعم 1-0 من الأولد ترافورد. شوف الكرة، شوفها من عيونه، الله على الكرة، والله الكرة مشت مدري كيف بالغلط بالمطر، شوف هون الكرة، هون أنا بكبس شيء بس لحالها مشت هيك بالمطر، مدت الحمد لله هدف عالمي. شوف كمية المي اللي موجودة بالملعب، بالله عليك، شوف أوه. يعني الكرة بتوصل نص كرة. تشيلسي مش ناويين يطلعوا من الدفاع، 3 ساعات عم يمرر، معلش أنا رضيان بس نضل فايزين. لا يا كازيد، ولا عرفت راح تغلط، هويلاند لا يضيع، المدلل، الحمد لله مرة، لا يا ابني هويلاند، عطوه هدفين محققين، الله لا يعطيكم يا دفاع. زد هي جول، اطلبتها تمريرة راحت من الرياح، خطيرة، زيركزي، برونو، هاي الاخطر، مرور، تكتم، كرة يا ساتر، عيدك يا ونانا، مر عرضي، الرياح اخذتها بعيد. سانشو يعود، سانشو ذكي، استغل الامطار، مر سانشو
كايسيدو سمايلوفيتش والثاني يضيع. يا الله مباراة كانت صعبة صح. تشيلسي 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 اخيرا شوي طلع صوتي صح. جريليتش 10 من 12 هل مشيت بالترتيب؟ لا لسه 6 من 8 بس جايك. بينما الان القمة على سانتياغو برنابيو، واتمنى انه ما يكون الاجواء مطر زيادة. الاول ارسنال من 5 جولات اذا انتصرنا بنرجع للصدارة 90% بنضمن التأهل، لانه المباريات اللي ضلت مش صعبة. شختار لا والله صعبة، باريس في مباراة ضد ليبزيك كمان، لا 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 صعب، الاجواء غائمة ما في مطر. سانتياغو برنابيو تشيلسي وست مارفيتش هل يسجلون بقميص لقانا يسجلت على الريال، فما بالك بتشيلسي. دريد فيني مبابي رودريجو، وجايبين دي بروين، وجايبين غوريرو، وجايبين فان دايك، وجايبين جابرييل، وجايبين راشفورد، وحاطين بيلينغهام على الدكة. كرة ما زالت وصلت واحد على واحد مار وكرة اوه ارجع من التسلل بالمر واحد اثنين الثالثة وين؟ آه هيك كورتوا دي بروين ومعه كيليان، كيليان مبابي، كيليان برافو حارسنا كمان واحد. فيني جونيور فيني 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 دلي بالك بكيليان يخرب بيتك. اوه فينيسيوس عرضية كيليان في كل مكان، كيليان ولد في الأول 1-0 ريال مدريد عن طريق كيليان مبابي. سمايلوفيتش يردي على كيليان مبابي، يمر تقدم راح لك سانشو، سانشو داخل منطقة جزاء يا إلهي، ولسه لسه بده المزيد. الله يا سانشو على الحط، الله 1-1 في سانتياغو برنابيو. والله ما توقعت يجيبها ضد كورتوا، حلوة وجميلة بالتسعين يا كيليان. كرة كونكو يلا تشيلسي، بالمر حطها، فان دايك وسمايلوفيتش 1-1 1-1 مر للتاريخ. هذا المرور للتاريخ، تشيلسي تشيلسي تشيلسي، فان دايك فان دايك هنا، سمايلوفيتش الماهر. شوف المرور شوف المرور هلاد انهاء امام كورتوا، يلا هي يا ساتر يا ساتر على دفاع مدريد، خطير خطير خطير، اضرب اضرب الان اضرب الان بيلينغهام، انا الملك انا الاسد لست انت يا بيلي، ولاكر جول. سلام على الانهاء بين جابرييل وبين فان دايك، وامام مدريد في سانتياغو. بالمر نزلها، سمايلوفيتش بين ثلاث لاعبين لا يهم، المهارة موجودة المتعة موجودة، سمايلوفيتش حطها، هل هي نتيجة تاريخية؟ انكونكو شوط يا انكونكو شوط، تشيلسي للتاريخ في سانتياغو برنابيو، وكرة فيها خطأ على مودريتش، الأمير الجديد هو سمايلوفيتش يا مودريتش. زيتك يا مودريتش كأني استفزيتك أصفر، الكرة تدخل واضح إن شاء الله ما في صح. في الكرة الله بآخر لحظة مر، أوه لو بجي الرابع يا فيني يا فيني، ضرب من فيني تعال تعال يا فيني تعال تعال، اوه فيني مرة تانية استفزيتك باحتفال يا فيني. 3-1 نعم في ملعب مدريد، هداف الابطال الجديد وتشيلسي على الطريق الصحيح بالابطال، روعة حماس كبير صوتي ما عم يطلع. 3 من 3 ورجل المباراة، متصدر الابطال متصدر اندية العالم 15 نقطة من 5 جولات، طبعا عندك من اول الثامن شختار مفاجأة لحد الان لسه في 3 جولات، البارسا 9 مدريد 9 ضل 5 تحت، عندك دورتموند يوفنتوس باريس 5 نقاط، السيتي بعيد ممكن يطلع الاخير السيتي. نعم اوه رجع سجل كثير، هذا 8 اهداف بالتشامبيونز ليج لسي كان لاعب شختار، وشختار هالسنه متصنفين بالاول 6 لسمايلوفيتش، بس انا لعبان 5 هو لعبان 9 مباريات، بينما بالصناعه عليك انت الاول الثاني من عنا نكونكو الاول نكونكو، يعني هذاك بدون دولة بدون وطن. مباراة بالدوري لتحسين الوضع، نحن مركز السادس ضد برينتفورد المركز ال14، رح نلعب ابرز الاهداف وان شاء الله بنجيبها بستانفورد بريز. ايزي يا معلم خليها بالقوة تتكلم، تحرك يا حارس، والله ما بعرف ايش بس بدي يطلع خطوة لألعبها ولعبتها ودخلت. نعم تشيلسي تشيلسي عاشق جماهير تشيلسي، اسمعوا بتجيبها 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 كبير، مستحيل العارضة ثاني سانشو سمايلوفيتش، هدف عالمي اوه على طريقة رونالدينيو في مرمى فياريال، هي هي والثاني
الثانية تشيلسي الثاني. نعم 2-1. نعم كارفالو جاب هدف في الدقيقة 84. لامبارد أيقونة تشيلسي البلوز. هناك أيقونة اسمه لامبارد وهنا أسطورة تخلد التاريخ اسمه سمانوفيتش. جميلين 3 من 3 احتفالات، 3 نقاط جديدة. منروح على قوة التسديد، زاد 3 94 تسديد بعيد 92. الهواء يخلي 89 يصير أحسن، والريت ما زال 90. حسننا بالدوري ودخلنا الخمس الكبار، 25 نقطة، بعيدين 5 عن المتصدر، ولكن المتصدر عنده مباراة لسه، بعيدين عن الثاني مان يونايتد 3 نقاط. نعم دخلت على ترتيب هدافي الدوري، جريليتش 10 من 12 وبرونو 9 من 13، سمارفيتش 8 من 9. لاعب الأسبوع موجود سمارفيتش مع جاكسون من برايتون، مارتينيلي من نيوكاسل، كله منتخل كله، وإيزي موجود من التشكيل. أبرز الأحداث مرة أخرى ضد ليدز يونايتد، قادرين قادرين. كونكو، الله كونكو، وين كونكو ضاع؟ بالمر بالمر سيوصلها، بالمر بالرأس، طلع فجأة والكرة في الشباك. سمايلوفيتش في مرمى ليدز يونايتد. ثاني رحلة كونكو، والله لتمريرة كونكو بالرأس ضايف. نعم 1-0 إذن بهدف الفيتش. الهاكر نحو صدارة الدوري، صدارة الهداف. الرابع بالدوري 28 كريستال بالاس، 28 يونايتد بس ناقصهم مباراة اليونايتد وناقص مباراة للسيتي. اليونايتد راح يواجه أستون فيلا ومان سيتي راح يواجه فولهام. ليستر مهدد بالهبوط بعد 14 جولة 11 نقطة. يلا 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 جازي سهل بإذن الله. بالمير وسانشو، يلا كونكو، سمايلوفيتش، أجواء ما بتساعد. الله الله باور شو أقوى ضربة بتاريخ فيفا، مستحيل، ما زالت الثانية في الشباك. تشيلسي تشيلسي يا إلهي، التسديد الأولى، شوف الكرة بسرعتها بو 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 بو. هاي السرعة الطبيعية، أقوى ضربة بشوطة بتاريخ فيفا، مستحيل مستحيل، وبالمطر راحت يا ولد لو دخلت. حلو حلو ايوه والله قلبي بيدي، بدي اجرب عم يفتح لي الزاوية يا اخي. الله لا لا، جابها جابها، هاي المرة جول 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 تشيلسي، روعة السيناريو 3-2، ما تلو 3-3، لا الحمد لله. هاتريك كانوا من هداف الدوري من البريمير ليج، هات الكرات هات. نعم هاتريك اول بالدوري الانجليزي، سلام. الرابع 31 نقطة، كريستال بالاس 31، اليونايتد 32، 37 سيتي، شكله اليونايتد السنة راح ينافس. الصحافة بطل الهاتريك سمارفيتش، تحطيم الرقم القياسي تسجيل الأهداف بطولة بريمير ليج، هل بنحطمه؟ وكان أفضل لاعب أمام ليستر، وشوف الصحافة كلها بتحكي أتلتي، ما ضل حدا إلا نشرات سمارفيتش. لا تنسى تتابعنا على الانستغرام واشترك إذا ما أنت مشترك، من المصري مليونين، دمتم ألف خير، سلام.